لما قلت لماما ان انا حلمي ان انا اكون مذيعه، ماما قالت لي عيشي على حلمك. كان فكرة ان انا هقف بتاع. لا، اشتغلت على حلمي. انا متاكده ان هو هيتحقق. صباح الخير على كل مشاهدي قناه دي ام سي. انا الواضح، انا رحمه خالد. I am so proud ان مامتي فعلا في المجال ده، لان انا كنت لما كان سني 40 يوم كنت يعني لما اكبر كده ما كنتش هعرف اتكلم. ماما هي خدتني على طول، اتكلمت معايا، كانت هدفها انها توصلني لقدرات لاي طفل في سني. بس طبعا هم كانوا شايفين ان الطفل ده ممكن يعني يعمل حاجات كتيرة جدا، زي تنمية مهارات الحركية والمعرفية، زي مثلا التدخل المبكر، التخاطب، كل الحاجات دي في البداية مهمة جدا. في الأول كانت الناس فعلا كانت شايفة إن يعني إن حد زيي يعني ملوش حق في الحياة. دايما في الاول بيسلموا على اخواتي في الاول، بيسيبوني انا في الاخر. دايما ماما بتقول طب ورحمه مش هتسلموا عليها؟ ابتدوا واحده واحده ابتدوا يتجاوبوا معايا ويسلموا عليا. كان عندي تقريبا يعني 7 سنين 8 سنين حاجه زي كده، 5 سنين، كنت دايما انا واهلي على طول بنسافر عشان نصيف، وكل مره في بحر. دايما انا واخواتي بنزل البحر، بعد كده بيقعدوا على الشاطئ ويسيبوني انا بقى، ببقى زعلانه جدا، ببقى عايزه انزل البحر، بتجنن لما بشوف البحر، فبجري جريت منهم ونزلت البحر لوحدي. ماما خدت عليا وقالت لا، لازم نعلمها السباحه. لما بدات تدريبات كان وقتها كان عندي 7 سنين، ابتديت بقى اتدرب واحده واحده، وان انا ابتدي العب مع المدرب، وان انا استجن مع المدرب، لحد ما جالي اول بطوله كانت في 2004 تقريبا. كان عندي وقتها كان وقتها كان عندي 8 سنين. الكابتن قال لها بنتك هتبقى بطله، وفعلا نطيت ستارت، بلعب لحد ما جبت يعني لحد ما ايه ما لمست الحيط، استنيت التتويج، لقيت اول اسم رحمه خالد مركز اول. ماما هتبصك بجد يا بنت اللذينة، جبتها ازاي دي يا بنت اللذينة؟ فابتديت بقى ان انا ابتدي اسافر بطولات، يعني كل بطولة جمهورية بجيب فيها مركز اول الحمد لله، لحد ما في 2010 جبت فيها 4 ميداليات. انا اصحى فجر اتدرب، بعد كده اروح المدرسه، بعد كده دروس وواجبات، وبعد كده ارجع تاني اتدرب بالليل. فطبعا ده كان حاجه جميله جدا ان انا اتدرب واخش بطولات. تاني حاجه في الاذاعه، لان انا كنت حابه البجال ده قوي، يعني تقريبا هو حلمي ده، كان حلمي كتير يعني، كان اشتغلت على حلمي. بقيت تقولي اشتغلي على حلمي، بشتغل، اشتغلي على حلمي، بتقرا كتير، اشتغلي على حلم، اخد دورات. صباح الخير على الناس الحلوه وعلى كل الناس اللي متابعين اتفرجوا عليا. الحمد لله ان عيلتي فخوره بيا، وانا مبسوطه بده قوي، ونفسي جدا ان هم يعني يزيد فخرهم بيا اكتر. لازم تقعدوا تتفرجوا عليها جامد جدا، وتستفادوا من كل معلومة الدكتور هيقولها، لأن فعلا تبقى حاجة جميلة جدا وكمان مفيدة لينا للذوي الإعاقة. أي إنسان من قدرات مهما كانت بسيطة لازم تتقدر وكمان تحترم. احنا باختلافنا بنكمل بعض مع ما نستطيع. بحبكم قوي، وبوسة كبيرة لكم، كبيرة قوي 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 قوي.